إلينا من داخل مطار كابول موفدنا صابر أيوب. صابر، انقل لنا الصورة والأجواء بعد استكمال انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان وسيطرة طالبان على مطار كابول. بالفعل هذا هو مطار الجزء في جزئه العسكري المدني، جزء كبير منه كان من قبل في أيدي حركة طالبان، الآن هذا هو الجزء العسكري الذي كانت تقوم الولايات المتحدة بعمليات الإجلاء من داخل هذا المطار مع القوات الدولية. هذه هي المعدات كما تشاهدون من مركبات وغيرها التي تركها الأمريكيون في هذا المطار، كانوا يستخدمونها للتنقل. الآن وصلت ودخلت حركة طالبان ليلا إلى هذا المطار بعد إقلاع آخر طائرة أمريكية. الآن المطار تحت سيطرة قوات بدر 313 وهي قوات تابعة خاصة تابعة لحركة طالبان مكلفة بتأمين المطار الذي شهد خلال الأيام الأخيرة توترا شديدا مما أدى إلى مقتل العشرات من الأشخاص بينهم جنود أمريكيون. ذبيح الله مجاهد قبل قليل متحدث باسم الحركة كان في هذا المكان بالذات، هذا المكان له رمزيته، أعلن منه استقلال أفغانستان بعد 20 سنة من التواجد الأمريكي. أصبح هذا المطار رمزا لاستقلال أفغانستان في الحقيقة بعد انسحاب القوات الأمريكية أو آخر جندي مباشرة من هذا المطار. بدأ إطلاق النار بكثافة في الأجواء مما يدل على أن المطار بالفعل هو له رمزيته في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ أفغانستان. قبل قليل تحدثنا إلى السيد ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حركة طالبان وقال أن الاحتفالات ستستمر بهذه الحدث الذي وصفه بالتاريخي، وتحدث أيضا على أن المطار ستحاول الحركة إعادة تشغيل المطار في أقرب وقت ممكن ليكون متاحا للمسافرين دون قيد ودون شرط. من يريد أن يسافر كما قال فله حرية ذلك. أما عن العلاقات مع الولايات المتحدة فإنه ذكر بأن الحركة مصممة أو الحركة ليس لديها أدنى مانع في أن تتواصل مع الولايات المتحدة تجاريا ودبلوماسيا وغيرها، وأن الحركة ستكون مفتوحة على جميع الدول من أجل التعاون والتعامل معها. شكرا لك موفدنا صابر أيوب، كنت معنا من داخل مطار كابول.